اعتدنا في فقرة ظواهر اقتصادية نتناول ظاهرة بتأثر سلبا أو إيجابا على معاش الناس. اليوم اخترنا ظاهرة ضريبة الاستهلاك. تفاصيل أوفى مع خبير اقتصادي. الموضوع اللي أشارت يعني مطلوب في هذه الحلقة هو ضريبة الاستهلاك أو الضريبة الاستهلاكية، وهو موضوع قديم وبسيط في نفس الوقت، بيجد التعقيدات بتاعته في التنفيذ سواء كان إداريا ولا على حسب الدولة طبعا أو سياسيا. ضريبة الاستهلاك من اسمها واضحة لأنه بيفرضوا ضرائب على الاستهلاك، لكن خلينا نركز على كلمة ضريبة في حد ذاتها ما هي. يعني الضريبة هي قيمة من المال إجبارية يجب على أي زول يلتزم بها أو يلتزم بدفعها، يعني فهي ما عندها علاقة بأنه والله فيها شوية يعني استثناء، يعني فهي ضريبة إلزامية مفروض الناس تدفع القيمة بتاعتها. لما نقول ضريبة استهلاك يبقى على الاستهلاك، يعني بمعنى آخر على الشراء للاستهلاك، اللي هو أنت بتسحب بضاعة من السوق زي اللي بتشتري من الدكان، ده بسموه سحب من السوق. الحكومة عادة بتفرض الضرائب، طبعا وظيفة الأولى الضرائب هي الحصول على الدخل الكافي اللي بيمكنها من تحسين أو من الصرف على الخدمات المفروض تقدمها للدولة، والخدمات كثيرة جدا طبعا بتقوم بها الدولة، من الدفاع والأمن لغاية البنية الأساسية لغاية الحماية الاقتصادية لغاية سياسات تحسين مستويات المعيشة تشجيع الإنتاج إلى آخره إلى آخره. فدي أهمية الضرائب كجزء من الإيرادات العامة في تمويل المصروفات بتاعت الدولة على الحياة. في طبعا صرف برضو خارجي زي السفارات زي سداد الديون إلى آخره. لكن المشكلة في الضريبة بتاعت الاستهلاك هي عندها إشكالية، بيسموها ضريبة غير مباشرة، ودائما الضرائب غير المباشرة بيسموها طبيعتها هي تنازلية، بمعنى إنها بيقع عبئة على الزول التعبان أكثر، بعكس الضريبة بتاعت الدخل اللي هي ممكن تتصاعد لفوق، اللي هي بتمشي لأغنى الأغنياء بترتفع النسبة بتاعتها. فهنا الصدام بيحصل بين الضريبة التنازلية دي اللي هي ضريبة غير مباشرة والضريبة ضريبة الدخل المباشر، لأنه اجتماعيا بتقع على الناس التحت ما لم يتم إعفاءها، لكن انت إذا كنت بتفرضها على الدكاكين اللي فيها البضاعة اللي بيشتري منها الفقير، فكيف تحميه يعني إلا إذا كان هتدفع له قروش تعويضية يعني. وده تقريبا حاصل في أمريكا في النظام ده يعني. ضريبة الاستهلاك الغرض منها خلاف إنها بتحقق سواء كان المحلية ولا الولاية ولا الدولة دخل منها، هو عندها أغراض كثيرة على حسب الشيء المفروض عليه الضرائب. يعني خلينا نبدأ بالجزئية الخاصة بالبيئة مثلا أو بصحة الإنسان زي الكحول عموما، المخدرات، السيجاير. يعني طبعا المخدرات دي ممنوعة بتاتا، لكن في بعض الدول ساعات فيها بعض الدول اللي هي بتحاول يعني تحيد منها عن طريق الضرائب. عندك السجاير، الكحول في كثير من الدول، عندك الوقود، والفترة الأخيرة دي طبعا بعد ما رفعوا الدعم وحرروه زادوا عليه 20% زائد 2 جنيه رسوم كمان، دي كلها ضرائب، دي ضريبة استهلاك.
استهلاك الوقود، لأنه الوقود بيستهلك. دي لا علاقة بالبيئة، الكحول والسجاير والحاجات دي لا علاقة بصحة الإنسان على سبيل المثال. بعد كده بتنزل لغاية الخبز، الخبز مفروض يكون مدعوم، يعني ده مرتبط بصحة الإنسان الإيجابية. لكن مثلا مع أن احنا دولة مستوردة وجائز الموارد المالية لها الاستيرادة ما متوفرة، بتلجأ الحكومة لأنه قد تفرض عليها ضرائب عالية جدا جدا عشان نتحول إلى البديل التاريخي بتاعنا اللي هو الكسرة في على سبيل المثال يعني. فهو عايز يخليك توقفي أو تقللي من استهلاك القمح لصالح الذرة، وده طبعا فيها ميزة يعني في انك انت بتخلقي فرص عمل اكتر ودخل للمزارع، فرص عمل للسودانيين اكتر في الزراعة زائد دخل للمزارعين هنا في الداخل، بعكس انك لما تشتري القمح بتخلقي فرص عمل في الخارج من الدولة المستوردة للقمح اللي بتصدر لنا القمح وبتخلقي دخل لهم هم هناك. فنقل الصرف بتاعك من خارج للداخل دي عملية مقبولة يعني منطقية ومقبولة جدا جدا. لكن كيف ده بتوقع بقى القرار بتاع صحة البديل مقارنة بالصحة اللي بيوفرها الشيء المستورد، ده قرار صحي بيقولوا لنا الناس وزارة الصحة القطاع الغذائي. في يعني بالنسبة للسجاير مثلا لما نفرض الضرائب على استهلاك السجاير او شراء السجاير، هو الشراء واستهلاك واحد يعني، ده بيقلل طبعا مفترض يقلل المدخنين عدد المدخنين في الآونة الأخيرة من كثرة ما رفعوا اسعار السجاير، يعني كثيرين جدا جدا بطلوا السجاير يعني رغم انهم مشوا للبديل اللي هو التمباك، لكن برضو في ناس بدوا يقللوا التمباك نفسه يعني. فالضغط لأنه بدأ يضغط على المعيشة يعني الشراء في الحكاية دي، فهو مفيد بالنسبة لصحة الإنسان صحيح، لكن للزول ما بيبطل طبعا بيضغط على المعيشة بتاعة الأسرة بتاعته يعني في نفس الوقت. فدي الفكرة عموما بتاع ضريبة الاستهلاك عندها وظائف معينة انت بتشوفيها في المجال الاجتماعي في المجال الاقتصادي. على المجال الاقتصادي مثلا ضريبة الاستيراد، ضرائب على الاستيراد السلع يعني الاستهلاكية البتية، يعني مثلا الجبن البتية من برا، يعني تشوفوا اللافاش كري الشدر الحاجات المستوردة دي يعني. دي طبعا نحن عندنا في السودان جبنة بتاعتنا يعني من اللبن حقنا يعني، فإذا كان أصلا استيرادة بيشيل لنا الجبنة بتاعتنا، وأن الجبنة بتاعتنا دي جميلة جدا على فكرة بالمقارنة بالحاجات المستوردة، طبعا بتهزم لي فرص العمل لأنه بتوقف المصانع بتاعتها وصناعة الجبنة في الداخل، بتلغي لي دخول كانت بتجي للسودانيين ومرقت مشت للأجانب، في ضرائب كان بتفرض على مصانع الجبنة فقدت الحكومة نتيجة لإيقاف هذه المصانع بسبب المنافسة الخارجية. فلما نفرض ضريبة على الجبن المستوردة ده بديهي جدا إنه بيشجع ليه على الصناعة المحلية، لأنه دائما الضرائب على الاستيراد بتكون في اتفاقيات قد تمنع الحكومة من تحصيل الضرائب فيها يعني، ودي سلعة غذائية يقول لك لا ما بنقدر نعمل فيها ضرائب عشان ما نرفع أسعار على الناس البسيطين زي ما قلت لك، لأن هي تنازلية ضريبة غير مباشرة، يقول لك ما قادرين نرفع على المواطن. فهنا بتكون هي هنا حماية للاقتصاد المحلي وفرص العمل للسودانيين، وفي نفس الوقت زيادة في الإنتاج بتاع البلد بيد سودانية يعني. فهي مفيدة في بعض
السلع، في بعض السلع الاستهلاكية بالذات. وضربت لك مثل وقود، سيائر، جبنة، وما الأدوية مثلا. الأدوية دي استهلاك طوالي يوميا طبعا، المستشفيات والأمور زي دي برضو زي دي، في كثير جدا من الأدوية ما بيقدر يفرضوا عليها ضرائب، يعني دي لأنه دي متصلة بحياة الإنسان وصحته. لكن في بعض الأدوية بيفرضوا عليها علشان يمنعوا من الناس إنه تشتريها ساكت، يعني حسب نشتري سبرين ساي أو البنادول مثلا، لكن في أدوية هنا. فدي الفكرة العامة، وبتخيلي واضحة جدا جدا في تبرير ضريبة الاستهلاك لكثير من الناس.